صفرة البداية وبسم الله نبدأ هنا بطولة كرة القدم الثانية للمصفين لعام 2024. إلى معاذ، السيد يبحث عن كيتا، يا معاذ السيد يتقدم، استلم يحاول يمرر، مع ذات مستمرة لخالد أبو سيفين، يمرر على يسار ملعب الله. المباراة العرضية عدت الكرة الماضية، لا ننسى الكرك كرك لونه، نعم عاد من جديد، يا سلام بالراس، عدت الكرة وين؟ مع ذات مستمرة، يا عثمان عدت الكرة الماضية. الموظفين الثانية هنا في مواجهة الافتتاح وفي ليلة الافتتاح، يا خالد أبو سيفين، يا سلام صافرة حاضرة، خطأ التدخل بالكرة الماضية، ملك يا بن علي عاد من جديد، استلام على يسار ملعب الله، المباراة يتقدم، التمرير في منتصف الملعب، تمرير خطوات، يا سلام العرضية، يا سلام، الله ملامحها كانت هدف ونهايتها كذلك. نعم هنا في احداث في هذه المواجهة، لونا يسجلون ثابتة في هذه اللحظات، إن لم المنتظرين يرسل الكرة على جاي معاد، السيد بالراس، الله عدت الكرة الماضية، نعم سيفين عاد عن طريق عناصر لونا، يمرر، استلم، هم الأخطر والتسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب، يا سامر يا عسيري، وضرب قائد عليه الأنظار، أبو سيفين والكرة الثابتة، يرسل الكرة عالية لكنها سهلة، وصلت في أحضان حارس المرمى في الملعب، سامر والتمرير، الكرة المتناقلة، نعم في هذه الدقائق، لونا لكن عدت يا لونا، عبرت الكرة الماضية، ملولو العرضية لكنها وصلت باتجاه حسن يمرر، سامر عسيري يتقدم، كرة القضوهات والتسديد لكنها وصلت، فريق عناصر الله هناك، نعم معاد، السيد الى كيتا الى افكار برناوي الى خالد ابو سيفين يسدد على مرتين يا خالد عن طريق سامر عسيري، تمرير عن طريق معاد، السيد الى ابكر يتقدم وين عدى عمر، يا سلام، الله على الكره الماضيه يا ابكر عسيري، ما زالت مستمره، كيتا يتقدم، السلام يمر بتجاه يا خالد ابو سيفين والعرضيه يا ابو سيفين، فين عدت كرة خالد؟ هاني إلى سامر عسيري، تغطية من جانب عبد الرحمن، نعم ومعها صافرة نهاية الشوط الأول في تقدم لونا بهدف مقابل لا شيء، لا تذهبوا بعيدا، مساء الفل للناس الكل، نلتقي بكم مشاهدينا متابعينا هنا في أجواء البطولات الرمضانية النارية، مادة ملونة برقم 30 وأمير عيسى برقم 5. بالنسبة للاعب فريق شركة تالونا، حراسة المرمى لعاطف مبارك، الكرة التي تعود طويلة تمر لخارج أرضية الميدان، ركلة زاوية، عبر هذه الركلة الحرة المباشرة هل ستكون الكرة؟ تصويبة يمينية ممتازة، كرة رائعة، دائما قلنا لصناعات المستودعات أمام شركة لونا، وكرة راسية ممتازة رائعة في الراسية، بالقوة البدنية يتصدى يلعب هذه الكرة التي تمر وتعبر وتتعول بالتصويب، التصويب الممتازة من نابولولو، تعود سريعة على الرواق اليسر، هنالك الكرة لا تزال حافرة، تتحول مرتدة، تصويب ممتاز، تقنية تعود في هذه اللحظات والاثناء من المباراة لفريق شركة لونا، يوزع الكرة، جول، يا سلام على هذه الراسية النارية، كرة داخل الشباك من الفنان هو العسير الثامر، هذا السيد ومن عيسى البقية، تلعب هذه الكرة الطويلة، الراسية ممتازة، والخطورة في هذه الكرة التي والكرة في نهاية المطاف إلى ركلة مرمى، تلعب سريعة الكرة، شوف التقدم، شوف المرور، 3-1، فيها جول،
كرة تعود مرة أخرى في منتصف الميدان. شركة تنورة ممتازة هذه عملية المرور، تصل لإبراهيم مبارك، يصل الريال، تقدم ممتاز، مد الكرة، في جول، في جول، 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 تقليص الفارق في هذه اللحظات والأوقات من المباراة. هنا في بطولة كرة القدم للموظفين نعود إلى أجواء المباراة. يشير السيد علي عبد الله علي المستشار بمخالفات لعب سريعة، كرة ممتازة، مرور رائع، وين التصويبين، وين الكرة، في جول، يا سلام يا سلام يا سلام على كيت الفنان، هذا هو كيتا اللي اكيد دائما يكون في المواعيد الرياضيه. تكسب رمي الجانبيه، يترك هذه الكره طبعا لزميله مرعي عيسى، طويل الكره من مرعي والرسيع عذاري اللعب بالنار، عذاري في 24 اجواء رمضان طبعا مشاهدينا الكرام مثاليه اكثر من رائعه هنا في بطوله الشركات. يتقدم السيد معاذ الفنان من طريق مراد الفرداني وفي جول، معاذ الفنان، معاذ الفنان، وكرة ماراثونية رائعة جدا. الكرة تعود مرة أخرى، خطورة وتصويب، وين الخطورة في هذه الكرة؟ أم ستكون هنالك أكيد الكلمة لعبد الرحمن. واو، ضاعت الكرة ثمرة عسيري مرة أخرى، سريعة مثالية، برناوي لكيتا لسيد الفنان، نالغ الكرة والكرة فيها مخالفة، كرة بكرة أمام الكرة، أمام بدرشا يلعب لنا كرة أبو سيف، جول، كرة فيها جول، فيها جول، ومع هذا الهدف تنتهي المباراة مشاهدينا الكرام بانتصار الشركة المتحدة لصناعة المستودعات. أجمل نهاية للأمانة فعليا.